على طلب نواب او على طلب الرئيس القرار؟ لا يعني بصور مسألة توافق تعديل عنوة يفضي إلى اضطرابات، هذا رأيي الشخصي وليس رأي المؤسسة، ويفضي إلى فوضى ويفضي إلى تقويض الشرعية الدستورية في البلد، وبالتالي من الحكمة التريث جدا وطويلا قبل أي حديث عن تعديل الدستور، لابد من التطبيق أولا، تريد أن تعدل شيئا لم تنفذ منه، أغلب الدستور لم ينفذ، يعني أغلب مواده لم تنفذ، كل المؤسسات التي انطوى عليها مثل المجلس الأعلى للإعلام المفوضيات الشرعية والفساد والعدالة الانتقالية، كل ذلك لم ينفذ، فكيف تطالب بتعديل شيء لم ينفذ ولم يختبر؟ إذا بتبين أن هناك أخطاء وثغرات يعدل الدستور، لكن بشرط التوافق الوطني الواسع، لأن الدستور هذا على نسبة 98.1% لا يصح أن يؤدي تعديله إلى أغلبية بسيطة أو أغلبية بالقوة أو بأي وسيلة أخرى، هذا سوف يضر البلد، لأن الدستور هو ركيزة الشرعية في هذه المحطة. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن الدستور بني بحسن نية، هل ترى إن المؤسسة لازم تتعامل مع الدولة دلوقتي بسوء نية ردا على مقاله؟ لا لا، هو الأساس في العمل السياسي هو حسن نية، فأنا بعتقد إن دي شهادة ليه، وهو بعد كده الرئيس في موضع آخر عندما كان يتحدث إلى الشعب قال أنا عملت بحسن نية، هذا هو الطبيعي، وبالتالي هذا ليس اتهاما للذين وضعوا الدستور، وأنا بعتقد إنها شهادة لصلاحه.